بسم الله. والعجان ليزي ولكن تقفيل مصري. العجان ده بقى اكبر عجان انتوا ممكن تشوفوه. العجان ده الحله بتاعته 10 لتر، يعني تقدر تاخد 2 كيلو من الدقيق. 2 كيلو من الدقيق صافي. وبيجي معاه ايه بقى كمان؟ بيجي معاه 3 اسلحه، بيجي معاه كمان سباتولا بلاستيك. والمفروض ان بيجي معاه 3 اسلحه. دي غلطه بقى، معرفش ولا هم بقوا بيحطوا منها 2، دي حاطين منها 2 ودي بتاعه الخلف وده سلاح العادي. الحله بتاعته عايزه اقول لكم واسعه جدا. انا عايزاكم كده تدخلوا معايا جوه الحله. بصوا الحله قد ايه، يعني كل دي الحله، بصوا ايدي لحد هنا، فالحله كبيره جدا. احسن حاجه بقى عجباني في العجان هو معاه الغطاء الشفاف البلاستيك ده. الغطاء ده بقى بيتحط علشان طبعا العجان وانا بحط فيه دقيق في بدايه الخفق كده بيبهدل حواليه، فالغطاء ده ان هو ما يبهدلش حواليه. طيب انا عايزه ازود حاجه بقى، ممكن اشيل عادي الغطاء او افتح بالفتحه اللي موجوده برده في الغطاء دي. ففي حاجات كده بسيطه ممكن تتعمل، هي بسيطه بس بتفرق في الاستخدام. والعجان ده فيه 6 سرعات وقوة الموتور 1600 واط. انا عايزه اشيل الوعاء ده علشان اشيل الكيس، سهل جدا، بس بلف الوعاء كده شيل اركبه تاني كده، احطه كده واقوم لفه حاجه بسيطه. عايزه اركب السلاح مثلا، سلاح الخفق، سهل جدا. هو ليه فتحه هنا هطلعها كده لفوق شويه، هي دي هنا سوسته وهلفها كده، وانا مش هحط الغطا علشان وهي بتلف كده تشوفوا معايا. وبعدين هنزل كده العجان، هدوس على الزرار ده كده بالراحه جدا، نزل معايا بكل سهوله. طيب انا عايزه بقى اجرب معاكم العجان. وفي حاجه كمان في العجان ما شاء الله، يعني انا اكتشفتها وانا عايزه احركه وهو مش عايز يتحرك، ان هو مش تقيل، بس هو فيه من هنا كده البلاستيك دي لمجرد ما بحطها كده على ترابيزه او على رخامه بتلزق في المكان اللي بحطها فيه، علشان طبعا العجان ما يتحركش وهو شغال. اجرب بقى العجان على اول درجه. بسم الله. هو فيه 6 درجات، انا همشي درجه درجه هشوف السرعه بتختلف ولا هي حاجه. بسم الله، دي اول درجه، هي ضعيفه واديه خالص. دي الثانيه زادت شويه، دي الثالثه، دي الرابعه، دي الخامسه، دي السادسه، وانا خفت من سرعتها. 6 سرعات بتاعته شغالين والستة حقيقيين، يعني كل ما برفع السرعة كل ما فعلا العجان بيزيد سرعته. انا دلوقتي عايزة اغير السلاح بتاعه، هدوس كده هنا اعرفها، هضغطها بس كده لفوق علشان اعرف اشيلها، وهستخدم الغطا. قبل ما احطه على الوعاء لازم اثبته كده هنا، هو ليه قطع السيليكون، انا بدخله هنا كده وبضغط سنة كده، خلاص هو بقى ثابت معايا في العجان. وبعدين هنزل بقى دي كده، هلاقي الغطاء بقى محكم كويس على العجان. وبعدين هبتدي ان انا اشغل. بسم الله، ده سلاح العجل. وطبعا السرعات بتاعته دي تاني سرعة، تالت سرعة، رابع سرعة، خامس سرعة، سادس سرعة. احسن حاجة ان العجان يعتبر شغال على درجة عالية وثابت في مكانه ما بيتحركش اهو، يعني انا مش اللي انا لازم ابقى واقفه عامله كده او ماسكاه، لا عادي، انا مجرد ان هو شغال. الرجول اللي تحت ماسكاه كويس جدا، مثبتاه على الترابيزه. والسباتولا دي كمان مع العجان، سباتولا بلاستيك ومعاه كمان السلاحين دول. وزي ما بقول لكم انا ما اعرفش هو المفروض يبقى 1 ولا 2 وانا جات لي غلطه. فمبدئيا كده العجان ده عجبني جدا، لحد ان شاء الله ما استخدمه معاكم وهجرب فيه جميع الاسلحه اللي معاه وهعمل بيه حاجات كتيره معاكم ان شاء الله.